بالنسبه للتنظيم كان في المستوى، كنا متخوفين، الحمد لله ربي ما حشمناش، كان داكشي تبارك الله داز زوين. وكنشكر جميع الفنانين اللي حضروا معنا وواكبونا من بدا هاد المسابقه، من بدات هما كيتنقلوا معنا كنشكرهم على الاتعاب ديالهم. من البدايه اخويا ولا كومبيتيسيون كتاجل، عرفت انا اخويا بان هادشي ما منوش وباسل، ومن تعرف من الجيرون ديالنا كيدير صداع، وراكم شفتوا الصحافه كاملين داكشي اللي طرا في البكستيج، وراكم عارفين المسائل. يعني حتى لورغانيزاسيون ما كانتش هي هذيك، ما قالوا لك غتبدا الفونداسيون مع الربعه، كومبيتيسيون قالوا لك غتبدا مع الربعه، ما كاين لا ربعه لا هو، بدينا حتى السبعه، حتى الاحترام ديال التوقيت وداك الشيء ما كاينش. كدي المسابقه حنا حتى حنا بيدينا كنا شحال هذه كنشاركوا في المسابقات، يعني واحد كنحب واحد الحاجه كنحبها، نقدر ماشي مشكل انا زعما شنقول لك نعطيها، وهذا واخا ما نربحش كاينين فرص واحد اخرين، ماشي غير نهايه العالم، راه باقي فرص واحد اخرين، وان شاء الله راه مازال المسيره طويله. وحنا هاد الكونديدا هادو اللي ما فازوش معنا، انا ماشي سمحنا فيهم، بالعكس راه باقيين معنا، وان شاء الله غنخدموا معاهم وغنوصلوهم لذاك الشيء اللي كيبغيو. انا شخصيا والله العظيم ما ربحت والو من هاد المهرجان اللي درت، هاد الدوره هادي ما ربحت منها والو، بالعكس خاسر منها. علاش خاسر منها؟ باش نبينها في واحد الصوره، صوره كامله، وانا خصهم هاد الكونديدا هادو خصهم يعاونوني كما بقاو معايا في الاول، يعني عاونوني في الاول، عاونوني سنقول لك معنويا، صبروا معنا وتقاتلوا معنا، يعني سنقول لك تنقلنا في بلايص كنديروا شوتينغ ليهم. كنبغي نوجه كلمات شكر للناس اللي كانوا مكلفين بليفينمون، مسيو وائل اللي كان مكلف لو ديريكتور، بالرغم من انه ما كناش عارفين بزاف ديال الحوايج، وما ما كانش حضور ديال لي كوتش، ما كانش واخا كانوا يوميات، مي كانوا يوميات غير في نهار واحد، ما كانوش يوميات كل نهار، مي توفقنا اننا ندوزو دي شوتينغ، ربحنا شي حوايج اللي زوينين. كيف قلت لكم ربحت خواتات جداد اللي معايا في فيناليست اللي دازو معايا، و سي تو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.